أنا آسف جدا آسف جدا. خلينا نفرح بوحدتنا على الستين مليار اللي اتعملت يعني بقوة كبيرة جدا. ومعايا على التليفون محافظ البنك المركزي السيد هشام رامز. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، أهلا بيك. مبروك يعني مرات ومرات ويعني على الجهد ده والحمد لله. يعني طب توقعات حضرتك طلعت في محلها النهارده، نهاية الاكتتاب والستين مليار معانا مش كده؟ احنا عدينا 60 مليار طبعا. في ناس طوابير واقفه في البنوك، ما نقدرش احنا طبعا قفلنا باب البنوك الساعه 8، بس كل الناس اللي جوه البنك طبعا، فاحنا تقريبا دخلنا هنبقى في حدود 61 مليار او اكتر، حاجه بسيطه، وقفلنا باب الاكتتاب. ويعني النهارده لوحده بنتكلم على حدود 12 مليار جنيه في يوم واحد يعني. ما شاء الله ما شاء الله. رقم قياسي يعني. فدخل تقريبا هنبقى في حدود 61 مليار، يجوز حته اكتر طبعا، العدد ضخم جدا، فعشان نحسب كل الارقام يعني. الفلوس دي بقى مسارها هيتحرك ازاي يا فندم؟ يعني هتتحرك بقى على الهيئه بتتصرف فيها يعني ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هي بتخش في حساب الهيئه عند البنك المركزي، عندنا هنا في البنك المركزي. والحساب الموحد بتاع الدوله، وفي حساب الهيئه، والهيئه بتبتدي تصرف على المشروع طبعا من هذا الحساب، تبتدي تتحرك من جوه هذا الحساب يعني. طيب حضرتك مش عارف اذا يعني بالتاكيد حضرتك متابع ان في بعض الناس من المخونين والمشككين اللي حاولوا يشككوا، يقول لك يعني ده هم هيعرفوا يدوا ال 12%، هم طب الفلوس دي هتروح فين؟ لا، ابتدى يا استاذ خالد قال لك هم مش ممكن يلموا 60 مليار. من الاول. من الاول يعني، خلينا ناخدها حته حته. قال لك لا يمكن يلموا 60 مليار، وكان ناس متشككه كتير، واقول لك يعني في ناس يعني ملهاش حتى ميول لاي حاجه، كانت برضو متشككه في هذا الرقم. انا اللي اقدر اقوله ان انا كنت مطمن ان احنا هنلم 60 مليار دي بسهوله، ولكني عشان اكون صريح لا يمكن كنت اتوقع ان في الوقت القصير ده 8 ايام نلم 60 مليار. فالحقيقه طبعا كل دي علامات تدل على ان المشروع مشروع جيد، وتم شرحه للناس كويس، اداء استثماري. طب والاشاعات التاليه يا فندم، يعني عندنا تصور بنجمعها بنواجهها بنفكر فيها ايه؟ الاشاعات التاليه يعني، برضو طلع لنا حد ما يعني مجموعه من المواقع الالكترونيه قالوا مش هيقدروا يسدوا اللي على ال 12%، ده هيبقى كتير على المشروع. ليه يا فندم؟ المشروع هو هيئه قناه السويس اصلا ايراداتها 5 مليار و300 مليون حاليا دولار. تمام. فهي كانت ممكن اقل حاجه ايراداتها في هذه الحدود، يبقى عندها اي مشكله تمويل؟ لا طبعا. ممكن تقترض اكتر من كده بكتير طبعا. لا يعني ممكن يعني ما يكون ايراداتها في حدود 38 مليار جنيه في السنه صافي ايرادات، فبالتالي سهل جدا انها تقترض مبلغ زي ده. صحيح. وعلى 5 سنوات. صحيح. هو طبعا العائد اللي هيجي بعد الحفر والكلام ده كله هيقدر يسدد القرض ده بسهولة شديدة، غير ان هي العائد الحالي بتاعها يقدر يسدد الكلام ده. تمام. فبالتالي طبعا الكلام ده، طب ما الدولة بتستلف في سندات الخزانة بكام؟ فكل الكلام ده طبعا ده كلام. وبعدين دي مضمونة من، مش بس هيئة قناة السويس، مضمونة من الدولة المصرية بضمان في صورة ضمان وزارة المالية، والبنك المركزي بيخصم على حساب الهيئة او حساب وزارة المالية، وبيدفع في الميعاد كل الاستحقاقات اللي هي خاصه بهذه الشهادات. طيب سياده المحافظ، هل كان الرئيس شخصيا بيتابع الملف ده، ولا انتوا كنتوا بتبعتوا تقارير؟ هل كان بيطمن تليفونيا؟ هل كان يعني كان هو الحقيقه الرئيس كان اتصل بيا، انا اعلنت من 3 ايام يوم الاربعاء اللي فات، وكان سعيد جدا باقبال المصريين، وطلب مني اوجه الشكر لزملائي في البنوك على المجهود الكبير اللي هم عملوه، وطبعا سعيد جدا باقبال المصريين ومشاركه المصريين. هو كان هدفه الاساسي ان المصريين كلهم يشاركوا في صحيح. هذا الموضوع. وكان مبسوط جدا بان الفئات الصغيره ال 100 جنيه وال 10 جنيه والناس اللي هي كلها كانت بتشارك وهي مبسوط، فهو كان سعيد جدا طبعا مفيش شك. وكان متوقع طبعا لما لقى الاقبال الشديد ده ان هي تخلص في وقت قصير، اللي هي الاكتتاب بالنسبه لقناه السويس. تمام. وهل ما فتحش نفسنا نجاح شهادات استثمار قناه السويس لمشروعات ثانيه ممكن تكون فيها نفس النموذج؟ اكيد طبعا، هيفتح نفسنا، هيفتح نفس الناس كلها، هيشجع الناس كلها، هيخلي الناس تبقى عندها ثقه في بلدها لما تقدر ان انت تريز 60 مليار جنيه او 61 مليار جنيه في 8 ايام.
يعني بتدي رسائل ان البلد دي فيها فلوس. صحيح. انت بتتكلم على مبلغ بما يجي 8.5 مليار دولار، ده مبلغ كبير جدا ان هو تقدر انك انت يعني تحصله في 8 ايام. تمام. فطبعا دي رساله لنا داخليا دينا ثقه، ورساله للعالم الخارجي ان مصر فيها امكانيات ومصر ممكن تعتمد على امكانيات. وبرضه احنا في نفس الوقت بنقول الكلام ده، ده هيشجع الاستثمار الاجنبي انه يجي مصر، لان البلد اللي فيها تقدر بتستثمر فيها فلوس تستثمر هي نفسها، الاستثمار الاجنبي يبقى متشجع انه يجي فيها. طبعا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام رامز محافظ البنك المركزي اللي بنبارك له على ال 60 مليار جنيه من المصريين، 61 مليار كمان واكثر في فتره قياسيه، وكل واحد اشترى شهاده استثمار يعني كتب اسمه في تاريخ هذا البلد وفي مستقبله عن مشاركته في مشروع قناة السويس. مبروك عليكم إن شاء الله، ونشوفكم كده يا رب وانتم فرحانين بالقناة الجديدة واخدين العائد وكل حاجة تبقى يعني رائعة زي ما بنتمناها لهذا البلد، ويبتدي بقى الشركات الأجنبية تبتدي تشتغل على التخطيط بتاع المحور قناة السويس. احنا النهاردة كان عندنا الفريق مميش من على سطح الكراكة الصديق أعلن عن دخول المياه إلى القناة للمرة الأولى يعني في حتة بسيطة، لسه إن شاء الله قدامنا فترة لحد ما ده يتم للآخر، ومبروك.